للحديث عن انتهاكات وجرائم الميليشيات في ديالى وتصاعدها مؤخرا، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدائي. سيد لبيد، بداية مرحبا بك، كيف تقرأ هذا الحراك والإضراب المستمر من العاملين بالقطاع الصحي والأطباء في محافظة ديالى؟ يعني هذا الأمر الخطير، جريمة اغتيال الطبيب أحمد طلال المدفعي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هذا الحراك هو بالحقيقة رد فعل طبيعي، وهو حق من حقوق الكوادر الطبية وكل العاملين في المجال الطبي، بل وحتى من حقوق أي مواطن بالحقيقة تتعرض مصالحه ويتعرض أحد المواطنين لحادث اغتيال أو جريمة من هذا النوع. هذا هو رد الفعل الأولي السريع، وهي رسالة يجب أن تكون لها أصداؤها وتكون لها قوتها وتستجيب لها الحكومة والمؤسسات الأمنية والمؤسسات الطبية الأخرى. أيضا يجب أن تكون هناك بالحقيقة صحوة ونهضة طبية في خصوصا في القطاع الطبي، لأن القطاع الطبي قطاع حساس، الأطباء والكوادر الطبية معروفون بسلميتهم وهم لا يؤذون أحدا، وهم يقدمون خدمات حقيقة تتعلق بحياة المواطنين. يعني فلذلك استهداف الكوادر الطبية وفي مقدمتها الأطباء بالحقيقة يضر بمصلحة الشعب برمته إضرارا مباشرا. فهذا الحراك بالحقيقة هو يعد حقا طبيعيا، وكذلك يعد واجبا بالحقيقة، لأن هذه المسألة يجب أن تكون لكل مواطن وخصوصا القطاع الطبي لهم وقفتهم ويكون لهم صوتهم القوي. غياب وزارة الصحة عن المشهد بدعم الأطباء إلى أي مدى يكرس الفشل الحكومي والعجز الحكومي عن حماية الخبرات العلمية، حماية الأطباء، وكذلك كل من يعمل بالمجال الصحي في العراق؟ هذا مؤشر خطير طبعا. يعني أنا لاحظت أن هناك صمتا أو نايا بالنفس عن الحادث من قبل وزارة الصحة، في حين أن وزارة الصحة كان ينبغي هي أن تكون في طليعة المحتجين والمبادرين إلى مناشدة رئيس الوزراء بالوقوف وقفة جدية، ويجب على وزير الصحة أن يقوم بزيارة الحادث ويقوم بتقديم واجب العزاء لأهالي الدكتور طلال رحمه الله، أحمد طلال رحمه الله. لكن غياب أي دور أو رد فعل من قبل وزارة الصحة يعد مؤشرا سلبيا، وهو دلالة خطيرة بالحقيقة، وربما يكون رسالة سيئة يفهمها المجرمون بأن حياة الأطباء رخيصة جدا بالنسبة لوزارتهم. من وجهة نظرك، يعني أين دور الأجهزة الأمنية أمام هذه الاغتيالات المتهمة بها الميليشيات؟ أين دور هذه الأجهزة؟ يعني هذا السؤال أجاب عنه القائم مقام بعقوبة، يعني صرح قولا واحدا، قال أن من قام باغتيال مدفعي يحمل صفة رسمية وتخشاه القوات الأمنية نظرا للنفوذ الذي يتمتع به القاتل الذي يقف وراء جريمة الاغتيال. ثم أكد على هذا الكلام عضو اللجنة الأمنية في البرلمان، الذي قال بأن شارع الطاب هو حيث اغتيل الطبيب المدفعي. شارع الطاب تتواجد فيه كثافة أمنية معروفة، يعني وهو شارع يعني يعج بالعربات والمركبات الأمنية والقوات الأمنية. لكن المشكلة أن الأطباء أو القوات الأمنية الرسمية الحكومية تخشى عندما يكون القاتل أو المجرم هو من الميليشيات، فهي تخشى من التدخل. ليش؟ لأنها تعرف بأن هذه الميليشيات مرتبطة بالأحزاب، والأحزاب هي التي تقود الحكومة. يعني مثلما تحدثتم، يعني تأكيد شخصية كقائم مقام بعقوبة بوقوف جهات سياسية وراء عملية اغتيال الطبيب المدفعي، بالتأكيد يحمل تداعيات مستقبلية على واقع المحافظة وعلى واقع المدن المحيطة بها أيضا، أو المحافظات المحيطة بها أيضا. انحسار دور الدولة في العراق على هذا النحو وتحولها لدولة تحكمها الميليشيات، ما تداعياته
على العراق في المرحلة المقبلة؟ هذا التداخل بين الأحزاب السياسية وبين الميليشيات كما نعرف، لأن الأحزاب السياسية هي التي تمتلك الميليشيات كأدوات أمنية، وهذه المشكلة معقدة جدا، لأن هذه الأحزاب كما نعرف هي التي تقود الحكومة وهي التي هي صاحبة السلطة. والمشكلة الأخرى أن القضاء يكيل بأكثر من مكيال فيما يتعلق بجرائم من هذا النوع، يعني فالجنات معروفون والقضاء يعرف الجنات، لكن القضاء بالحقيقة يغمض عينه عندما يتعلق الأمر بمجرمين ينتمون إلى الميليشيات، لأنه القضاء غير مستقل. الحقيقة الجواب المختصر على سؤال حضرتك بأنه نحن نشهد دولة فاشلة، يعني شكرا. نعم أستاذ لبيد، أكمل دولة فاشلة. أكمل لك. نعم شكرا جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.